السلام عليكم، مساء الخير عليكم. كنتمنى انكم كتسمعوني وكتشوفوني. انا فرحانة بزاف وسعيدة بزاف بالمشاركة ديالي لاول لقاء مباشر عبر الصفحة ديال الجمعية المغربية لايمسي، لاسوسياسيون ماروكان دو بسيكولوجي. نتمنى انكم تكونوا بخير. نتمنى ان هاد الظروف اللي هي صعبه كدوز عليكم، ان شاء الله جيسبر يعني ما تكونش صعيبه بزاف. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكون المعنويات مرتفعه وتكونوا بالف خير. أنا كنظن أن نبدأ 10 على 10 أو إلي 10 ألوغ نبدأ نبدأ بالبداية. فنقدم نفسي، أنا الدكتورة رقية بن جلون، طبيبة أخصائية في الأمراض النفسية وأستاذة مساعدة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء. بونسوار في شويلة. دونك ان شاء الله اليوم في هذا اللقاء المباشر غادي نحاول نطرقوا لواحد يعني واحد الجانب من الصعوبات اللي تقدر تطرح امام الناس، امام الجميع، اللي احنا كلنا مرغمين اننا نحترموا الحجر الصحي، وهو الاضطرابات اللي تقدر تقيس السلوك الغذائي ديالنا. بدايه قبل ما نهضروا على الاضطرابات ديال السلوك الغذائي، لابد من اننا نبداو من البدايه. فخصنا نهضروا شي شويه على السلوك الغذائي. كنهضروا على السلوك الغذائي بطريقه يعني عاديه، وقليل فاش كنهضروا على مثلا السلوك التنفسي. كنهضروا، ما كنقولوش السلوك التنفسي، تنقولوا التنفس، انما تنقولوا السلوك الغذائي. الفرق ما بين التنفس والسلوك الغذائي هو ان مثلا التنفس هو واحد الحاجه اللي هي عفويه تلقائيه، ما كتشاورش معنا، ما تنفكروش فيها، ما كتحتاج لاننا نوظفوا واحد الاليات ذهنيه معرفيه. كانت نفسه واحد الحاجه الهواء، واحد الحاجه الاكسجين، كانت نفسه. السلوك الغذائي هو الي ان تي بو بلو كومبلكس، لانه هو فعلا كاين واحد الحاجه، حنا محتاجين الغذاء، حنا محتاجين ان نتغداو، حنا محتاجين البروتينات، دهنيات، سكريات، الياف، فيتامينات. دونك هذه حاجه حيويه حنا محتاجين ليها، ولكن كاين شي حوايج اخرين كيدخلوا في المعادله ديال السلوك الغذائي ديالنا، وهاد الحوايج الاخرين هما اللي كيخليو هاد التلقائيه وهاد العفويه كاين فيها ومشابك معها الوعي بهذا السلوك، والوعي بالعلاقه ديالنا مع الغذاء، ديك العلاقه اللي غتربطنا مع الغذاء. دونك كاين دي شوز كي سوجو، كاين شي حويجات كي متواجدين ما بين الانسان اللي كيتغدى وما بين يعني اللي كياكل وما بين هذاك الغذاء. فما بين الاليات اللي كتخلي ان العلاقه ما بين الانسان والغذاء هي شي شويه مركبه، وماشي بداك اللي بقى سيلينير، ماشي بداك يعني بداك البساطه اللي مثلا التنفس اللي هو سلوك اللي كنتنفسوا شحال من مره في النهار وما كنردوش ليها البال، هو ان الغذاء عنده او التغذيه او السلوك الغذائي عنده واحد العلاقه وطيده بالافكار ديالنا، وعنده علاقه وطيده حتى بالاحاسيس لي زيموسيون ديالنا. فالحالات اللي مثلا كيصعب علينا تدبير الاحاسيس اللي كنمروا منها، كنقدروا نلجؤوا للغذاء او التغذيه كمسكن، كمهدن، كواحد الوسيله غادي نتغلبوا بها على واحد الحاله النفسيه، واحد ليموسيون اللي غادي ندوزوا منها اللي غتجينا صعيبه. داكوغ، دونك هذا هو المنطلق الاولاني، وهذا المنطلق الاولاني غادي يخلينا نربطوا هاد المساله هذه بالحجر الصحي. الحجر الصحي هو يقدر يشكل ارضيه خصبه باش يبانوا اضطرابات ديال السلوك الغذائي، حيث هو في حد ذاته يقدر يخلي واحد الاحاسيس اللي هي صعيبه علينا تبان وتدوم، وتخلينا ماشي اليز اننا ندبروها، ماشي يعني ما مولفينش اننا نتنسوا بها. هذا من جهه، هذا السبب الاولاني، لان انا فاش كنكون مثلا في الدار
وفي الحجر الصحي ما كنقدرش نخرج، لو بيريمتر ديالي ديال لا سيركولاسيون يعني المسافه اللي نقدر نتحرك فيها كيولي محدود، الانشطه اللي نقدر نقوم بها كيوليو محدوده، وزيد على ذلك المعلومات اللي كتوصلني اللي عندها علاقه بالكورونا فيروس، الخوف اللي هذه المعلومات تقدر تولد عندي، التخممات اللي تقدر تكون عندي، الخوف اللي يقدر يكون عندي على الصحة ديالي، على الصحة ديال الناس اللي قرابين مني. عندك لهذه واش غسلت مثلا هذه المسألة هذه بطريقة كافية وبطريقة مناسبة إلى غير ذلك. فهاد المسائل كاملة كتخلي واحد الأحاسيس تجي ديال الحزن، ولكن بالأحرى ديال الخوف. وكاين الناس اللي فاش كيجيهم هاد الأحاسيس كيحسوا بها وكأنها مزعجة ما خاصهاش تبقى. وأسهل او لا اول وسيله غادي يفكروا فيها باش يدبروا هذا الاحساس او لا باش يشوفوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الاحساس، هو غادي ناكل واحد الحاجه اللي غتهدن، اللي غادي تخليني ان هذاك الاحساس يمشي وما بقاش نحس به بزاف. هذا من جهه. من جهه اخرى الخاصيه الاخرى ديال الحجر الصحي اللي كتخلي ان اضطرابات السلوك الغذائي تقدر تبان، هو الوقت. كاين واحد الكميه كبيره من الوقت قدامنا وبعض المرات ما كنلقاوش باش نملؤوها، والغذاء يقدر يجي كنشاط كنعمرو به واحد الفراغ. فاش ما كنلقاش ما كندير، فاش كان جو تورنورون يعني كان 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 قاضي هذوك الانشطه اللي كانت درت بالي باش نديرها، ما كان قال ما كان ندير، كنقدر غرينيوتي هاني كليس هادي جبد الدوره، هاني كليس حاجه اخرى جبد الدوره، هاني كليس حاجه اخرى. فهنا كيولي عندي واحد العلاقه مع الغذاء اللي ماشي هي سليمه 100%، ماشي هي حميده 100%. الو ما حناش سواسيه امام الاضطرابات بصفه عامه، وما حناش سواسيه امام الاضطرابات ديال السلوك الغذائي. كاين فئات اللي تقدر تكون يعني فينيرابل، تقدر تكون اريسك اكثر من فئات اخرين. نطرقوا بعدا الناس اللي كيعانيوا من اضطراب ديال السلوك الغذائي بالمعنى المرضي، لما للكلمه من معنى مرضي. كاين اضطرابات ديال السلوك الغذائي اللي هي مدرجه ضمن قائمه الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه، مثلا لانوريكسي مونتال، مثلا لابوليمي، مثلا لو بينج ايتين ديزوردر سيتادير لابوليمي ايبرفاجيك اكسيتيرا. فهاد الناس هادو عاده تيكونوا يعني بداو مسيره ديال العلاج مع اطباء ومع معالجين، وفاش كتجي الوقيته ديال الحجر الصحي كيكونوا اونكور بلو فراجيل، لان كيلقاو راسهم سادين على راسهم في الدار وراسهم راس الاضطراب ديال السلوك الغذائي ديالهم. وهذوك الاستراتيجيات اللي كانوا خدموا مع المعالجين ومع الاطباء اللي كانوا مكلفين بهم تيقدروا بحال تنفد، كيلقاو راسهم في صعوبه انهم يطبقوها، لان بزاف ديال الحالات هذه الاستراتيجيات هذو كتنبني ايضا على شي انشطه اللي كتدار على برا ديال الدار ايتترا. فلو شانجمون او التغيير اللي كينباطق من الحجر الصحي كيقدر يفراجيليزي الناس اللي ديجا عندهم اضطرابات ديال السلوك الغذائي بمعنى باثولوجيك. ثم كاين فئات اللي غتكون اخرى اللي ما عندهمش هذا الاضطراب، ولكن اللي عندهم صعوبه في التدبير ديال الاحاسيس ديالهم، ولكن في الحاله العاديه يعني من غير الحجر الصحي كيقدروا يلقاو استراتيجيات بوحدهم بحكم الحياه اليوميه، بحكم مزاوله الرياضه، بحكم مزاوله واحد العدد ديال الهوايات اللي كتخليهم يتعاملوا مع هاد ليزيمونسيون بواحد الطريقه اللي كتخليهم انهم يقدروا يتغلبوا عليها. فدابا ملي هضرنا شي شويه على اضطرابات ديال السلوك الغذائي، كاين واحد اللي تيرجع، يعني كنلاحظوا ان الناس عاده كيجي المرضى ديالنا كيجيو اولا كيتواصلوا معنا في خضم هذا الاطار النطاق هذا ديال الحجر الصحي، تيقول لنا فوالا انا راه جالسه في الدار وكنلاحظ انني كناكل بزاف، كنلاحظ انني مثلا كناكل شي حويجات اللي ما كنش مولف ناكل، بزاف ديال الحلويات ولا بزاف ديال لي شيبس ولا بزاف ديال لي زاليمون اللي عندها واحد السعره يعني فالور كالوريك يعني القيمه الحراريه او السعره العدد ديال السعرات الحراريه تيكون مرتفع. وهذه المساله هذه اللي كيتولد هو احساس بالذنب في اغلبيه الاوقات، واحساس بفقدان فقدان السيطره، لا بيغ دو كونترول. وهنا فاش كان بعض المرات نقدروا نتكلموا نيس على دي كومبولسيون اليمونتير، يعني الانسان كيلقى راسو ما يقدرش يحبس راسو من انه يتناول واحد الغذاء بواحد الكميه اللي هي ما مزياناش ليه، ما مزياناش لصحته، حيت بزاف. فهداك داك الاكل اللي غادي ياكلو ان مومون في واحد الوقيته اولا في بزاف ديال الوقيت غادي يكون طارح مشكل في الكميه، وحتى في يعني الطبيعه ديال هذاك الغذاء اللي غادي ياكلو. فهنا خصنا ناخذ واحد الوقيت ونفكروا في هذا السلوك الغذائي اللي هو غادي يتغير بحكم
الحجر الصحي، وكيفاش نتعاملوا معاه، وكيفاش نحاولوا ما امكن نعاودوا نريكوبيريو السيطره، نعاودوا نريكوبيريو لا تيليكوموند. فالحاجه الاولانيه هي الواحد يكون دائما يدير في باله توسط، يعني ما نكونوش اكستريميست. كنلاحظوا دابا منين بدا هذا الحجر الصحي عبر العالم، ان كنلاحظوا بزاف ديال الناس كيحطوا لا بارشي شويه تخوؤو، كي 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 يحطوا قدام عينيهم واحد الاهداف اللي هي شويه صعيبه المنال. مزيان ان الواحد يغتنم الفرصه ديال الحجر الصحي باش يحقق شي حويجات، باش يبدا شي هوايات، باش يغتنم داك يعني داك الوقت يكون يستعمل واحد الاستعمال اللي هو مزيان، ولكن ماشي ضروري اننا نحطوا على راسنا واحد الضغط زائد الضغط ديال الحجر الصحي في حد ذاته. فرفقا بانفسنا، ماشي مشكل الى مره جو كراك سور ان اليمون ولا سور ان روبا. يعني الواحد يكون نكونوا نرفقوا براسنا، ما نكونوش في لوتو فلاجيلاسيون، ما نكونوش كنعاتبوا راسنا بزاف، وما نكونوش ضاغطين على راسنا بزاف، وما نكونوش نطلبوا من نفسنا شي حاجه اللي هي صعيبه بحكم الظروف ديال الحجر الصحي وبحكم الاكراه ديال الحجر الصحي. هذا الاول، يعني الله يسامح، المسامحه مع روسنا. كما تيقولوا الدراري صغار، سي با با غاف، سي ان بو غراف، لا داعي اننا الواحد يزيد على راسو. هذا من جهه. الحاجه الثانيه هي اللي هي مهمه لتفادي اننا نحطوا راسنا في واحد الموقف اللي غنلقاو راسنا كناكلوا بزاف ايتترا، هو انه بالرغم انه كان حجر صحي، وبالرغم من ان الروتينات ديالنا غادي تبعتر، وبالرغم من ان ما بقيناش غادي نكونوا كنفيق في الصباح في واحد الوقيته وكنلبس حويجاتي وكنمشي للخدمه وكنرجع من الخدمه وكتكون عندي واحد الرتابه ديال الحياه اللي هي مقاده وكنكون متبعها، ف سي فري كو فاش كيجي الحجر الصحي هذيك الرتابه كتبدل، ما كنبقاش كنخدم ولا ما كنبقاش كنديبلاصا باش نخدم، كنخدم غير في الدار، ماشي غير في الدار، كنخدم في الدار. الاستعمال الزمن ديالي كيقدر يتبدل، ولكن المهم هو انه يبقى استعمال الزمن، يبقى واحد البلانينغ، تبقى واحد الهيكله، واخا تكون غير سومير ولكن خاصها تبقى، واخا تكون غير بسيطه ولكن تبقى واحد الهيكله ديال النهار، وتبقى واحد الهيكله ديال الوجبات. المشكل اللي تيوقع فاش كنوليو في هذا الاطار هذا ديال الحجر الصحي و يعني لي زابيتود اللي تبدلوا، سي كو كنقدروا نقولوا صافي ماشي مشكل، انا جالس في الدار، جالسه في الدار كنتفرج ماشي مشكل، اللي كان غادي نديرو في خبيز وغادي ناكلو وتلا من بعد الى غير ذلك. هاد المساله هذه هي لي بروبليماتيك، لان خصنا نخليو الوقت ديال الوجبه الوقت ديالو، وخصنا نتناولو بهذيك الوجبه وحنا عاقلين عليها، وحنا كناكلو وحنا كنتلددو وحنا وجدناها بيدينا. لان وجبه صايبت انا بيدي، واخا كنت غليت فراسي وصايبت حليوه وصايبت تشيز كيك وصايبت فوندون وصايبت شي حاجه اللي هي زوينه، ولكن اللهم نكون انا صايبتها فعوض ما نكون انا شريتها، لان فاش غنكون صايبتها غنكون خديت بعين الاعتبار انني غادي ناكلها، وانا اللي درت فيها زبيده، وانا اللي درت فيها زويته، وانا اللي درت فيها سكاكير، يعني غادي ندير وغادي نبقي. فدائما نفضل شي حاجه اللي غادي نصايب انا بيدي قدر المستطاع على شي حاجه اللي غادي نشريها. هذا من جهه. من جهه ثانيه يفوسو اورغانيزي، خصنا نقادو نحاولوا ما امكن ننظموا الوجبات وننظموا راسنا حتى فاش غادي نكونوا نمشيو نتقداو. دونك لاحظنا بزاف الناس مشاو تقداو وتقداو بالكثره والروز ولي بات ولا غير ذلك، لماذا؟ انما هو انما هو الواحد يدير في باله انه خصو هو ياخذ شويه ديال الركول مع راسو ويقول اجي يا راسي، انا الا كنت مثلا في واحد الوقيته اللي غتجيني واحد الاحساس اللي ما غاديش نعرف كي ندير فيه، اولا غادي نحس بالملل وغادي يجيني ديال هذاك لو ريفلكس ديال اننا غادي نغرينيوتي بور كالمي تو سا، خصني نحاول ان لي كورس اللي غنكون درت في الدار نحاولوا ما امكن ما يكونش فيهم هذوك لي زانيمون، دوك الميكلات اللي ماشي في صالحي انني نغنيوطيهم. وابعد من ذلك خصني انتيسيبي، يعني انا عارفه راسي عندي صعوبه في التدبير ديال لي زيموسيون ديالي، جو باس بار دي مومون سي ديفيسيل و جي انفي دغنيوطي، يعني كنجيب دوره ونمشي نحل الثلاجه الى غير ذلك، نكون انتيسيبي ونكون وجدت دي كولاسيون ولا دي بيتيت شوز ا مانجي اللي هما الى حد ما في توافق مع التوازن الغذائي. كاين بزاف ديال مثلا المكسرات، مثلا بعض الفواكه اللي هي يعني كتالي دي زاليمون بوغاتيف، ولكن سور لو بلان كالوريك ما فيهمش مشكل، بحال لافوكا بحال الموز الى غير ذلك، نصايب دي كومبوت جو بريفو،
نحاول ما أنك بلا ما نحط على راسي داك الضغط ديال غادي ندير لا غوسيت اللي ما عادش ما عادش هنايا. المهم هو انني غير نخلي لراسي واحد لا مارج ديال غادي يكون شي حاجه اللي هي موجده باش منين انا يجيني هذاك لا فرانغال ما تلقانيش ما عنديش ما ناكل. اذا جو في مو جوتي سور هذاك لو سناك ولا سور هذيك لا كولاسيون اللي هي ماشي هي هذيك. دونك هذه المساله هذه مهمه بزاف من باب لورغانيزاسيون ترتيب. نحاولوا ما امكن ما نقزوش لي روبا ما نقولوش بون سي با غراف دو توت فاسون. لا نخليو هذيك لا روتين اللي حنا كنا مولفين نمشيو بها, نخليو لا ستركتوراسيون ديال لو طون ديالنا, ونحاولوا ما امكن نديرو في بالنا انه التوازن. لان الناس عاده كيقول لك انا خفت, كاين بزاف ديال لي بلاك لي ترول كي سيركولا سو سوجي اون كي سون تري تري درول بارفو ديال ما قبل الحجر الصحي وما بعد الحجر الصحي غنولو كلنا بيبي بالين. اوكي انما خصنا نديرو في بالنا ان من غير التغذيه كاين واحد العامل اخر اللي كيدخل في المعادله. اشنو هو داك العامل الاخر؟ هو الحركه. يعني حنا في الحياه العاديه كناكلو وكنحرقو, كنحرقو حيت كنهبطو مع الدروج, كنطلعو الدروج, كنمشيو كنجيو كنتمشاو كنتقداو كنهزو لي كورس. كاين الناس اللي عندهم اون اكتيفيتي سبورتيف كيمشيو كيجريو كيفيو كيفون دي كيلومتر وترجعو كيمشيو لا سال دو سبور. هاد المسائل كامله كتخلي ان الانسان تحرق منين هو في الدار ومنين هو في واحد لو بيريمتر ديال السيركولاسيون اللي هو ايبر ليميتي. من غير الا كانت عنده يعني مولف انه يدير كيزاول واحد الرياضه في على مستوى المنزل, الا ما كانش عنده هاد لابيتود وعاد بشويه بشويه غادي ياخذ يحاول ياخذ واحد يبدا اون اكتيفيتي سبورتيف في الدار. سي با ايفيدون يعني ماشي ساهل, حتى شي عاده جديده بغينا نبداوها ما كتكون سهله في الاول. راه الدري صغار غير باش يحكوا سنانهم سا بخون جو طون باش بوك سا دوفيان واحد لابيتود اللي كيديرها بلا ما يفكر فيها, كتولي اوتوماتيك. اي حاجه باش تولي اوتوماتيك كيخصها الوقت, كيخصها تكرار تكرار تكرار, وخصها لونجورانس. انا كتجي واحد الوقيته كنقولوا صافي ماشي مشكل ميكو تما فين ايفو ساكروشي. دونك عاوتاني رفقا, الا كنت درت مع راسي ان هاد المده ديال الحجر الصحي غادي نغتنم من الفرصه باش غادي نبدا رياضه, واخا ندير في بالي ان غادي نبدا جونتيمون ما نحطش عاوتاني دي لوبجيكتيف اللي يكونوا صعاب صعيب الوصول ليهم صعيب ونبدا بشويه عليا, وندير في بالي نكون انتيسيبي انا واحد الوقيته راه غادي نبدا نتمعكز نقول لا وبلاتي ايتترا. وفي هذه الحاله خصني الا كنت مثلا ندير ان اوبجيكتيف ديال 30 مينوت ماشي مشكل ندير 10 مينوت ولا غادي غير نسخن وديك الساعه يحمى. دونك اون اتوندون باش تكون هاد لاكتيفيتي هاد يعني هاد لاكتيفيتي سبورتيف اللي تكون انستوري ما فيها بس اننا اون كاس لا سيدونتاريتي. شنو هي؟ حيت شنو كنلاحظوا وشنو كنلاحظوا فينا وشنو كنلاحظوا في الناس اللي دايرين بينا فاش كيكونوا كونفيني في الدار مثلا, هما غادي يتفرجوا ولا ما غادي يكونوا سو لي زيكرون ديالهم, راه تقدر دوز ساعتين ثلاثة السوايع وهما ما كيتحركوش, وهاد المسألة هادي سلبية. فغير لو فات انني نوض جو في ان تور جو مارش ان بو, الا كان عندي ام تي بالكون نتمشى نمشي نجي, هاد دو طون يفو كاسي لا سيدونتاريتي يفو بوجي نو سريس كو فير دي با ا لانتيريور دو لا ميزون. هذا من جهة. وباش نرجعوا للمسألة ديال لاكتيفيتي فيزيك, ماشي ضروري يعني الواحد ماشي ضروري انني ندير بحال هذاك الانفلونسور ولا هذيك اليوتيوبوز ولا هذيك الانستغراموز اللي عندها هذا الماتيريال في الدار وداك شنو قلنا ليه ما عنديش داك الشيء اذا ما يمكنش. نقدروا نمشيو فشي حويجات يعني نستعملوا لا تكنولوجي اللي هي في ان اوتر بورتي, ولكن يعني نكونوا انفنتيف وكرياتيف وماشي ضروري اننا نديروا شي حاجه اكستراوردينير. فمثلا الناس اللي كيلقاو صعوبه انهم يديروا اون اكتيفيتي فيزيك بوحدهم ما فيها باس فيا اون فيزيو كونفرنس ا 2 ا 3 انه نكونوا جوج ولا ثلاثه فيا فيزيو كونفرنس ونديروا دو سبور انصومبل, وسي يعني واحد الفرصه باش ندوزوا وقيته زوينه ونضحكوا ونشدوا في بعضياتنا ونعرفوا نشفوا ونحرقوا شي شويه ديال السعرات الحراريه. حاجه اخرى مثلا كاين مثلا سي بوسيبل باسكو دو دانسي لو فات ان الواحد يدير موسيقى ويرقص وينشط سا في دو بيان و سي راه سي اون اكتيفيتي فيزيك. لو فير دو ميناج يعني بوجي نيتواي اون بياس, هاد المسائل هادو كيقدروا يبانوا لينا انهم سي دي ديتاي او شي حوايج ما عندهمش ما غادي يزيدوناش, ولكن راه هي حركه والهدف هو اننا نغتنموا اي فرصه باش نتحركوا
وباش نحاولوا ما امكن نديروا هذاك ليكيليبر ما بين لي زابور ديالنا اليمونتير وما بين سو كي فا سورتير كوم سو كي فا اتر بيردو كوم كالوري اي توجور سو دير انه لي كراكاج راه غادي يوقعوا وماشي مشكل الله يسامح غير واحد فاش كونت يكراك خاصو يرجع لواحد لا ستركتور وباش يرجع لهذيك لا ستركتور خاص ديك لا ستركتور تكون محطوطه دونك انا مع راسي نقول واخا دابا كاين حجر صحي مابقيتش كنتحرك كما كنت مولف لي زابيتود ديالي تبدلوا خصني نحاول نخلي واحد لا ستركتور اللي نتراكروش عليها وهذيك لا ستركتور خاصها تعاوني ما خاصهاش تقجني خاصها تكون بحال ان روبير ما خاصهاش تزيدني ضغط على ضغط D'accord? Donc, il est maintenant donné un repas chez Jouya Maïakna ou là, un moment on a mangé trop de choses, on s'est rendu compte qu'on a mangé trop de choses. الله يسامح لان الظرفيه كلها هي صعيبه لي زيموسيون لي كندوزو منهم كلهم هما صعاب نقول اوكي هاد لو غابا داز شويه ان تي بو ترو كالوريك جو في ايسيي تو دوسمون انني نرجع لما ستركتور دو باز ون انتيسيبي بور لو غابا سويفون ولا بور لا جورني سويفونت ونكون وجدت اون باز ديال دي غابا سامبل يعني فيكولون بروتيين ليغوم ماشي شي حاجه خارقه للعاده من غير الى انا بغيت يعني انا عندي هوايه ديال الطبخ وانا بغيت نرجع لهذيك الهوايه الطبخ وانا سا ما في دو بيان انا ندير اون غوسيل ونعصر عليها وبشويه حتى نصايبها الى كنت انا في هذا المايند سيت هذا مزيان ما كنتش فيه ندير دي باز نوجد لراسي باش نبقى سور دي روبا لي هما ا بوبري ايكيليبري اي ريغولي ونوجد لي كولاسيون يعني لي مومون لي غنكون صافي جاتني تيقولوا لي الغوله خصني ناكل غادي نمشي ناكل واحد الحويجه اللي هي ما غاديش تطلع لو نومبر دو كالوري بزاف اي سي جو لو في دو طون ان طون سي با غراف توجور ايتيل كو اي فو ريستي فواحد ان ايكيليبر فوالا كنظن انني هضرت بزاف ودابا نوبتكم الا كان عندكم شي اسئله اولا شي تساؤلات اولا شي حويجات اللي تبغوني انني نوضحها question alors Jamila de Casa nous dit j'ai des ruminations autour de l'infection au Covid, comment les gérer? Alors oui. Alors qui magna la rumination y est chenille. La rumination y est واحد تفكير اللي كيبقى كيدور en boucle. وما كيعاوننش. علاش؟ لان حنا علاش كنفكروا كان التفكير اللي هو كيعاوننا هو التفكير اللي كيكون موجه نحو une résolution ديال un problème. C'est-à-dire انا كون سايقه طوموبيلتي je crève un pneu غادي نهبط غادي نفكر كي غندير ليها واش نقدر نبدل داك لو بوحدي واش خصني نعيط لشي حد انا فين واش هاد الحد يعني لي جون كي سون لا است كي بوف ميدي است كو جو بو لوغ فير كونفيونس دونك هاد التخمومات كلها هي مزيانه لان هي كتعاوني سي سون هي عمليات ذهنيه معرفيه سي لي اوبيراسيون مونتال كونيتيف اللي كتعاوني انني نحل واحد المشكل حيت انا امامه قدامه المشكله هو قدامي لو بنو الى كروفي يعني ما نقدرش ما نواجهوش قدامي الا ما حليتوش هذيك الطوموبيله ما غتزيدش وانا غادي نبقى تما دونك هذا تخمم اللي عنده واحد الهدف ارناش كيوقع لي غوميناسيون هما عاده واحد التخممات اللي ما كيكونوش مترتبين عند مشكل على مشكل كاين دابا يا اما غادي نخمموا على شي حاجه دازت وما نقدروش نراتخبيوها يا اما غادي نخمموا بطريقه متخوفه على شي حاجه عاده تجي واقيله غادي تجي ولكن تقدر تجي قد تقدر ما تجيش فبما انها مازال ما جاتش نعيا ونخمموا فيها ما غاديش نكونوا في واحد السياق ديال لا ريزولوسيون بروبليم وكنلقاو راسنا كندورو في واحد الحلقه اللي هي مفرعه دونك الواحد فاش كيجيو هذوك لي ريميناسيون ديجا ياخذ ان بو دو ريكول ستيب باك ويجي يقول اجي بلاتي هاد التفكير اللي كنفكر فيه دابا شحال ساعد المكانه وانت مناري عندك لي جيني الكوفيد واش انا الكوفيد بلاتي الكوفيد هاد الكوفيد حط الكوفيد اوكي هادي ساعد المكانه وانا عندي هاد التخممات هادو واش عاونتني واش زدت القدام واش ما بين الربع د العشيه فاش بديت التخمام والخمسه د العشيه وانا باقي في التخمام اشنو تبدل ما تبدل حتى شي حاجه اذا جو في دو سور بلاص وما حد دي جو في دو سور بلاص خاصني نحبس هذاك لو سور بلاص دونك جو مو دي تيان
جو بخون كونسيونس ان هاد لي روميناسيون ديالي ما كيعاونيش. هذا من جهه. من جهه اخرى نحاول نشوف سوغ كوا هاد المشكل ديال كوفيد كله فين عندي الكونترول وفين ما عنديش الكونترول. اللي عندي فيها الكونترول مرحبا مشي فيها. جي لو كونترول سور لو لافاج دي مان جو مي لاف لي مان تشيك. عندي لو كونترول سور لي ميزور باريير يعني المسافه لو ماسك يعني كما هو التعليمات ديال الغسل ديال التقديه فاش كنتقداوها تشيك. ندير هادشي كامل انا هذا كنتحكم فيه. رانا نشوفوا المسائل اللي ما كنتحكمش فيها. واش لقاو ان فاكسان بور لو فيروس ولا مازال؟ شحال ديال الناس تصابوا ولا هذا؟ شنو شحال المده اللي غادي يدوم مثلا الحجر الصحي؟ هاد المسائل ما كنتحكمش فيها. اذا لا داعي انني نعطيها واحد المجال كبير في العقل ديالي. هاد الجمله هادي اللي قلت راه ساهله غير بالفم، لان الناس هذيك لا داعي انني نعطيها وقت كبير سهله انها تقال، ولكن ماشي سهله انها تدار بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لا طوندونس على روميناسيون. دونك سي توجور امبورطون ان جو برون كونسيونس بلاتي التفكير اللي كنفكر فيه معاوني ما معاونيش. لا لا واخا واش هادشي اللي كنفكر فيه عندي فيه الكونترول ما عنديش فيه الكونترول؟ تيان كاين بعض الجوانب من هذه النقطه هذه اللي عندي فيها الكونترول، نكونترولي ناخذ راحتي في الكونترول. جو مي لاف لي مان لي ميزور باريير جو مي مون ماسك ايتترا. ساليت لو كونترول. داكشي الاخر ما عنديش فيه الكونترول. جو كنحاول نحط في بالي الفكره التاليه انها سا نو سيغ ريان انني نبقى نفكر في هذا المجال واخا، ولكن خاص البديل. هنا فاش كيجي الدور خاصة في هذا الإطار ديال الحجر الصحي ديال سكون أبل الزاكتيفيتي اللي هما أبسوربونت. إلا كنت أنا مثلا عندي مع الطياب وغادي نقرر أنني ندير الوصفة ديال مثلا شبا ما شي طبق إكس، ما عمري ما درت هاد الطبق إكس، فاش غندير في بالي أنني نوجد داك الطبق إكس راه كاين واحد العدد ديال المراحل. خصني نقلب على لغوسيت، خصني نشري المقادير، خصني نحط داكشي قدامي، خصني نجبد الماعن، وخصني نبدا وكنتبع الوصفه وكندير وكنتبع الوصفه وكندير، وعندك هذا اللي يتحرق واش هذا طاب الى غير ذلك. ففاش كنكون بحال هكا مخي ما عندوش الوقت انه يفكر في واقيلا كورونا ايتترا. دونك هاد لاكتيفيتي هادي غتابسوربي ليا الفونكسيونمون سيريبرال ديالي فشي حاجه اللي هي اورينتي فيغ ان بوت، اورينتي فيغ اون ريزولوسيون دو بروبليم. شنو مون بروبليم؟ هو اني نطبق هذيك الوصفه. فالانسان يجلس مع راسو يقول اشنا هما لي زاكتيفيتي بحال هكا اللي انا كنميل ليها. كاين الناس مثلا اللي كيميلوا الاعمال اليدويه، طرز، خياطه، كروشي، ماكرامي. كاين الناس اللي كيميلوا لي لوازير كرياتيف مثلا لي كولورياج بور غران او لا بانتور او لا سكولتور. كاين الناس اللي كيميلوا لو جارديناج. الا غادي ندوز واحد الوقيت وانا كنقاد المحيطات ديالي وكنسقيهم وكان هذا هاد المده هاد الوقت اللي غادي ندوزو غادي يعاونني انني نتغلب على هاد لي روميناسيون. ميرسي ميرسي مدام علامي. Alors c'est vrai monsieur Khadouma, effectivement كنلقاو ان الاغلبيه يعني الابرز فعلا ابرز اضطراب السلوك الغذائي سي جينيرالمون لي كومبولسيون اليمونتير. يعني غادي جو في مجوتي على الماكله حيت خصني نكالمي شي حاجه فيا. دونك غادي ناكل بزاف وبالزربه وبيان سور ماغاديش ناكل ثلاثه مطيشات، غادي ناكل عاده بزاف وجبس. انا واحد السؤال دائم السياق ديال الخط السيده اللي كتقولنا انها كتخاف بزاف على والديها فوالا مي بارون انجي كي سون كونفيني لوان دو موا كومون جيري. الناس كبار، الناس كبار اللي كتشي الظروف انهم يكونوا في حجر صحي بعد منا وهما واحد الفئه اللي هي هشه فينيرابل. دونك خاصنا نبقاو على اتصال دائم معاهم قدر المستطاع، يعني نكونوا على اتصال ودائما نطمنوا عليهم اسكو سافا. ناس كبار خاصة إلا كانوا عندهم مثلا أمراض مزمنة أو لا عندهم دواء خصهم ياخذوا اتسيتيرا. هذا من جهة. من جهة أخرى هاد الناس الكبار ما خصناش غير مثلا غادي نطمن عليه غادي أنا يعني
هو المتلقي وانا لي ميتور، انا اللي جو سوي جو في فير دي شوز بور لوي، انا اللي غنسول فيه واش لاباس. هذاك يعني مثلا الحاج او الحاجه الوالد ديالي او الوالده ديالي اتسيتيرا اللي هو راجل كبير، يقدر هو يعاوني، يقدر هو يلعب دور. اي سي تري امبورطون اننا اي توجور كيسيون دو كونترول، اي توجور كيسيون دو تيليكوموند، اي توجور كيسيون دو بوفوار، اي توجور كيسيون دو دوني ان سونس. خصنا نعطيو معنى الحاج ولا الحاجه اللي جالس في الدار، خاصو يلقى دور، خاصو شي حاجه اللي هي عندها معنى بالنسبه ليه ما يدار. وفي اطار انه كاين الحجر الصحي هو بعيد على احبابه ايتترا، فما فيها باس نكونوا شويه كرياتيف. مثلا نقدروا نتواصلوا مع الاجداد ديال وليداتنا على اساس باش يعاونونا فيهم. بزاف ديال الاباء كيتشكاو عندهم صعوبات في اطار الحجر الصحي، انهم يتعاملوا مع الوليدات اللي هما تيقنطوا، اللي لي دوفوار، اللي التلفازه خصنا نقصوا منها، اللي لي زيكرون خصنا نحدوا منهم ايتترا. فما فيها باس ان نكونوا مثلا يتواصل مع الاجداد ديالو اللي هما الناس الكبار اللي حنا متخوفين عليهم، نديروا دي مثلا بدون ذكر اسماء لي زانترفاس او لي زابليكاسيون، ان هاد الحاج ولا هاد الحاجه غنشوفو وغنهضر معاه وغادي يعاوني. يقدر مثلا يتواصل مع الاحفاد ديالو، يقدر يحاجي ليهم، يقدر يعاود ليهم اون استوار، يقدر يعاود ليهم على شي حويجات اللي هما دي زيستوار ديال الاسره اللي معمر ما تحت الفرصه اننا هضرنا فيهم. يقدر يعاون شي حد انه يدير شي حاجه بحكم الخبره ديالو، المعرفه ديالو، التجربه ديالو. فهاد الشيء كامل هاد الحجر الصحي كيفيت تقالت هذه المساله هذه في لقاءات مباشره اللي دازت من قبل، خصنا ناخذو على اساس فرصه. وتقدر تكون فرصه واخا غادي احنا مبعدين على المستوى يعني الجغرافي، فيزيكمون راحنا اونيلوان، ولكن عندنا الوقت، وهذا الوقت يقدر يقربنا ونقدروا نستعملوا الوسائل اللي يعني اللي حنا كنتوفروا عليها انترنت اتسيتيرا باش نهضروا مع بعضياتنا. ما نهضروش في سلام لاباس، البرد، الشصابه اتسيتيرا، لا، نهضروا في شي حوايج اللي هما مهمين، نتعاودوا شي حويجات اللي هما مهمين. وهذه المساله هذه غتعاون هذاك لو بارون كي اجي اي كي لوان à se sentir utile, à savoir qu'il a du sens, à savoir qu'il a un rôle, et ça c'est extrêmement stimulant et c'est très important. Alors, pour l'insomnie. الو غادي نجاوب على هذا السؤال ديال الناس اللي كتقول لنا سلام دكتوره سلام، انا عندي بليا ديال الاكل بلا وقت وكتزاد غير في الوزن. فعلا، حيت ان فات الفيزيولوجيه ديالنا باينه، هي مركبه ولكن الخطوط العريضه ديالها باينين. فاش كناكل يعني كليت، غادي يتزاد النيفو ديال السكر ديالي في الدم. اللي غادي تزاد نيفو ديال السكر ديالي في الدم، كاين واحد الهرمون اللي كيقاد المستوى ديال السكر في الدم اللي هو الانسولين. دونك الغدد المسؤوله على على افراز الانسولين كدير خدمتها، كتفرز الانسولين. الانسولين كتهبط السكر في الدم، مزيان هادشي اللي بغينا، ولكن عنده واحد الدور اخر كتستوكي، يعني الشحيمه كتخشف الجنيبات اشاك فوا في نما وكدير جوع، لان الانسولين كتهبط السكر. فاش كتهبط السكر انا كنحس بالجوع، فاش كنحس بالجوع كناكل، ملي كناكل كيطلع السكر، كيطلع الانسولين ايتترا ايتترا، اي اشاك فوا جو ستوك، اي اشاك فوا جو ستوك. سي بور سا كو لو غرينوتاج ني با بون. دونك الواحد يدير في بالو هاد المساله هادي، منين ياكل يكون مزيان، ما يصوطيش لو روبا، يبرع راسو ياكل مزيان، يقول دابا انا غادي نحبس، نطلق داكشي اللي في يدي وغادي ناكل وغادي نعقل على داكشي اللي كان ناكل. في واحد اللقاء مباشر مع الدكتوره بلغازي كنظن انها هضرات لكم على لامبورطونس ديال الان وهنا، ليسي اي مانتنون، ونكون على وعي كامل بداكشي اللي كنديرو. للاسف بزاف المرات كنكونو كنديرو حاجه وحنا مخنا في حاجه اخرى وما كنتزدوش بها، كنتش في ساندويتش وانا غادي، كناكل شي حاجه وانا كنتفرج في فيلم، ما كنقدرش، الدماغ ديالي ما يقدرش انغوجيستري انني كليت وانني تمشيت في نفس الوقت، ولا انني كليت وانني هضرت وانني تفرج الى غير ذلك. فاذا كان جات هذيك الوقت ديال الوجبه نجلس ليها
ونحترم الطقوس ديال الوجبه. يعني كيما كل واحد مولف، نحط طويسي ديالي، نحط خبيز ديالي، نحط كويز الماء، نحط المسائل كامله وناكل. الا كان مثلا هاد الانسان في الحجر الصحي مع اسره صغيره، ندوروا على يعني اللمه ديال على الميناء، ندوروا عليها ونجلسوا، وهذاك لو مومون ديال الوجبه يبقى كيتحترم. ماشي حيت الحجر الصحي راه كلشي خاصو يعني جميع هذا الرتابات ولي ريتم ديالنا يمشيو. فاش كنجلس وكناخذ ان بون روبا اللي فيه كاع دوك المكونات اللي غتنفعني، وفيه شي حويجات اللي حتى سو لو بلان على مستوى الذوق مهمين، ماشي حيت شي حاجه متوازنه يعني ما باس لا وما فيهاش المذاق، ضروري من تكون عندي لذة. ناكل مزيان غادي نحتاج اقل الماكله بلا وقت. واذا كنت يا ايناس من الفئه ديال الناس اللي شرط لهم قبيله اللي عندهم صعوبات في التدبير ديال لي زيموسيون ديالهم، ما فيها بس ان فوار كومون ترافاي هاد المساله ديال لي زيموسيون، اي اون اتوندون تردي البال لراسك، وداك الشيء اللي غادي يكون عندك في الدار مستوكي اللي غتمشي تاكليه ما يكونش شوكولات، يكون افوكا مثلا، ما يكونش شيبس، يكون لوز، ما يكونش شي حاجه اللي فهمتيني شنو بغيت نقول لك. يعني بحال انت غديريها براسك، انت عارفه راسك، انت دابا لاحظتي رجعتي للور ولاحظتي راسك، شفتي برقيتي براسك شويه ولقيتي باللي فعلا كاين كتاكلي بلا وقت. و ان فيت الا جينا نشوفو مزيان راه ماشي فريمون بلا وقت، غادي الا حققنا مزيان غنلقاو يمكن شي وقيت في النهار كتلقاي راسك كتاكلي فيهم اكثر من وقيت اخرين، وشي دي زيتا ايموسيونيل بارتيكولي هما اللي غتاكلي فيهم اكثر من وقيت اخرين. دونك فاش كتغوبيريهم كتولي عارفه شاده الحساب لراسك ان هاد الوقيته هادي خصني نرد البال وخصني نوجد، حتى الا فريمون ما لقيتش كيفاش ندير مازال ما خدمتش بوحدي او معالج مع معالج نفسي او مع طبيب نفسي على انني نجيغي لي زيموسيون ديالي، اون اتوندون غير وكان هذاك الشيء اللي غادي نكون غادي ناكلو ما تكونش عنده واحد الوقع على التوازن الغذائي ديالي اللي غادي يكون كبير بزاف. السلام عليكم دكتورة، أنا في هذه الفترة عندما أريد أن أنام يمر في ذهني جميع الذكريات وأحداث سابقة التي مررت بها ولا أستطيع النوم. دونك هنا كاين مشكل ديال النوم، اسمحوا لي هادو هما القواسم فينا، هما القاسم المشترك ديال هادشي كامل اللي كنهضروا عليه، هو أن الحجر الصحي تيخربق لينا لي زيكيليبر ديالنا بحكم أننا لي زابيتود لي ريتم كي تخربوا. فاولا كما هضرت على الاهميه اننا نخلي واحد الاطار واحد لا ستركتور للسلوك الغذائي ديالنا والعادات الغذائيه ديالنا، خصنا نخلي واحد الاطار للعادات ديال النوم ديالنا. فحنا في الحياه العاديه يعني من غير الحجر الصحي كنعيشو كنخدمو كنمشيو كنجيو، وكاينه نهايه الاسبوع مثلا، فنهار الجمعه بالليل ولا نهار السبت بالليل ماشي مشكل اننا نسهروا، ماشي كنديروا في بالنا ان سي با غاف، لان مثلا الى الجمعه بقيت سهرانه مع شي برنامج او مع شي فيلم او شي مع ماشي مسلسل حتى للصباح، راه هذاك السبت اللي غد ليه راه غادي نصبح نعسه شي شويه، ونهار الحد هو فاش غادي نقاد شويه التوازنات، ونهار الاثنين غادي نصبح خدامه ورينا ما عنده باس. اللي تيوقع في الفتره ديال الحجر الصحي باردون، واللي تيقدر يكون عنده وقع سلبي على النوم، هو انا كنولي ندير في بالي ان كل نهار جمعه بالليل، كل نهار ماشي مشكل حيت نهار اثنين ما كاينش، فكنولي كل نهار كنقدر نسمح لراسي انني نعس فواحد الوقيته ماشي هي هذه، فماشي هذيك يعني متاخره، ونفيق فواحد الوقيته متاخره، وندير شي قيلوله فشي وقيته ماشي هي هذيك، وفاش غتجي الوقيته ديال النعاس نلقى عينيا دايرين ها، وفاش غادي نبغي نعاود هذا ايتترا ايتترا. فالاركيتكتور ديال لو سومي غادي تبعثر هنا نفس الشيء، ماشي عاوتاني غادي ندير شي ديال 8 ونص كلشي غادي نعس 9 ونص كلشي غادي نفيق، يعني ماشي نزيدو على راسنا الضغط على ضغط، نخليو مورونا ستور الهدف ديالها كنقولها كنعاودها، ماشي انني نتقج غير انني نتغوبيغ. فندير مثلا انني حبه دارو نعس قبل من 11 ونص 12 الليل، نحاول نفيق قبل من 9 ونص 10. الى خدينا مثلا اسبوع سور اون سيمين عندي اون ولا دو نوي شويه وجود دوغطار غادي نعس معطله وغادي نفيق معطله، ماشي مشكل. هذا من جهه فالاركيتكتور او
لو ريتم ديال لي ريتم ديالنا لابد ما نحترموهم. نقدروا مره نخرجوا، يعني نخرجوا من الاطار ديالهم، هذه كيبقى استثناء، غير استثناء ما خصوش يولي عاده. الي فري كو العاده ديال الاطار ديال الحجر الصحي غتبدل على العاده الاعتياديه اونتر كيمي، ولكن خص تبقى عاده، ما خصش يكون انعدام ديال العاده، انعدام ديال لا ستركتور، انعدام ديال لا روتين، انعدام ديال شي حاجه اللي هي غتكادريني وغتخليني انا نعرف انا فين هذا. دونك هادي Alors, comment convaincre une personne boulimique à cesser de manger tout le temps? Alors, déjà, face à une personne, sans rentrer dans les détails de la pathologie ou du trouble du comportement alimentaire, on ne sait pas, je ne sais pas si la personne dont vous parlez correspond vraiment aux critères de la boulimie, mais on va partir du principe que la personne, elle mange beaucoup, elle mange trop. Quel que soit le trouble dans lequel ça s'inscrit. الحاجة الأولانية هي أننا هاد السيدة هادي ولا هاد السيدة هذا خصنا يفو فيغ بروف دومباتي، سيتادير كو خصنا نديرو في بالنا أن راه مكرهش أو لا مكرهاتش، إنما تيدوز من شي ظروف اللي كيخليوه ملقاش البديل من غير أنه ياكل بزاف. دونك خصنا نكونو ماشي في تعاطف، ولكن خاصنا نحسو بلا ما نحطو راسنا في بلاصتو ونحسو 100% بداكشي اللي كيحس، ولكن نحاولو نلمسو ونفهموا مدى صعوبة داكشي اللي كيدوز منه. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية خصنا نصنتو ليه، وخصنا باش نقدروا نفهمو خصنا نصنتو ليه قبل نقولوا لا راه خصك ما دير ولا خصك ما ديرش اتسيتيرا. نصنتو ليه باش يفسر لينا اشنو داكشي اللي كيدوز منه، وعلاش، شنو التسلسل ديال الأحداث اللي كيخلي انه بلوتو غادي يلقى راسو مضطر انه يكون عنده واحد السلوك غذائي ماشي هو هذاك، وانه ياكل بزاف. الحاجه الثالثه هو انه ما حناش 100% في شي حاجه اللي هي من لو ريجستر ديال لا بونسي، حنا كندورو النواه ديال هاد المساله هادي. فعلا كاين واحد كل ما هو ذهني بونسي معرفي ايتترا، ولكن كاين النواه ديال هادشي ديال اضطرابات ديال السلوك الغذائي وديال السلوك الغذائي بصفه عامه هي الاحاسيس لي زيموسيون. كاين ناس اللي مثلا عندهم صعوبات في الاستيم دو سوا، صعوبات في الافيرماسيون دو سوا، الصوره اللي عندهم على راسهم كتكون مهرسه مدقدقه، وهاد المساله هادي صعيبه عليهم، وهاد الناس راه خصهم يواجهوا العالم. يعني نحطوا راسنا، يعني نفكروا واحد اللحظه ان كاين الناس اللي كيبان لهم هما ادنى من لا شيء، وهاد الناس اللي كيحسوا براسهم ادنى من لا شيء راه خاصو يخرج وخاصو يهضر مع الناس وخاصو يشري وخاصو يتقدى وخاصو يخدم وخاصو خاصو خاصو شحال من حاجه. فهاد الاحساس ديال النقص اللي كيحس به راه خاصو يكالميه بشي حاجه. يعني نقدروا نفهموا ان هاد الحاجه للسلوك الغذائي تقدر تجي كما قلت كمسكن وكمهدين وكمهدئ لواحد الحاجه اللي هي مؤلمه بزاف واللي صعيبه على الانسان انه يحس بها. ف كل حاله حاله، كل انسان عنده اضطراب ديال السلوك الغذائي هو بوحدو، وعنده واحد المسار ديال الحياه ديالو، وعنده صعوبات ديالو، وعنده هواجس ديالو. فاي حاله بوحدها كيخصها تخاد على حده، ما نقدروش نعممو. يعني المسائل اللي ذكرتها في البدايه ديال هذا اللقاء المباشر هي خطوط عريضه، هي شي حوايج اللي كتقدر تقيدينا. مي باش نجاوبك سي محمد زعما بطريقه دقيقه على السؤال، بعد اولا اننا ما نحكموش عليه، نو با جوجي لا بيرسون، نو با دي وي اي لي فابل اي لي فابل اي سوفي دو يا كا، سي ني با اوسي سامبل. حيت كون كانت غير اي سوفي دو كان هو اي لوغي في بلا ما يحتاجنا حنا نصحوه ولا حتى شي حاجه. بما انه المشكل دام اشهر وسنين وهو ما قدرش يتغلب عليه، يعني راه فاق الطاقه الاستيعابيه ديالو وراه صعيب عليه. دونك نتفاهموه، نتصنتو ليه، ونحاولوا ما امكن يعني نحسوه بهاد المسائل ديال التفاهم وديال لو نون جوجمون. اي ابري على حسب العلاقه ديالنا مع هاد الانسان، واش قريب منا ما قريبش منا، نقدروا الى بان لينا انه فعلا كاين اضطرابات ولا كاين صعوبه في تدبير لي زيموسيون، او لا صعوبه في الصوره اللي عنده على الذات ديالو، او لا صعوبه مثلا اضطراب نفسي، حاله ديال الاكتئاب، حاله ديال خوف مرضي ايتترا، ما فيها باس اننا نوجهوه او اننا ننصحوه باللي يقدر مثلا طبيب نفساني او لا ام سيكولوج او هذا معالج نفساني يعاونوا
باش تبان لي الامور بوضوح اكثر، ويعاونو يخدم على هذه المساله هذه اللي هي مؤلمه لدرجه انه كيحتاج انه ياكل بافراط باش يقدر يكملها. الو يونس، مع الحجر اصبح سوء اشعر بالام في الجانب الايمن مع انتفاخ. بون الو، المساله فاش يكون فيها الم، اعراض اللي هي عضويه، واحد يعني انتفاخ ولا شي حاجه اللي فريمون كتبدل في الذات ديالنا، اول حاجه هي اننا خصنا نشوفو طبيب، واخا دابا الظروف هي شي شويه صعيبه، ولكن راه الاطباء راهم خدامين بوغ اليميني شي حاجه اللي هي اورغانيك. يقدر يكون شي مشكل عضوي اللي ما عنده حتى شي علاقه بالسلوك الغذائي، يقدر يكون شي مثلا مخلفات سلوك غذائي غير ماشي هو هذاك. مثلا الا كنت كناكل شي حويجات مثلا السكريات بافراط او المشروبات الغازيه بافراط، فهاد المساله هذه غيكون عندها تاثير وغيكون عندها وقع على لو ترانزيت ديالي، ونقدر مثلا يكون دي بالونمون، انتفاخات، الام الى غير ذلك. ولكن دائما الواحد الى مثلا هاد الالام هادو تكرروا وبقاو وكانوا انتنس، فما فيها باس انه يشوف طبيب باش يتلقى فحص اللي هو هذاك، باش لا قدر الله الا كان شي سبب اخر يتم الكشف عليه. و حتى ما كانت حتى شي حاجه، عاد ديك الساعه نقدروا نقولوا ان راه هذا الشيء، هاد الاعراض هادو عند هي مخلفات او نتائج لسلوك غذائي ماشي نقدر بها. سي يونس، واول حاجه تشوف يكشف لك ويفحصك مزيان وديك الساعه شنو اللي كاين. Le grignotage, je pense qu'on en a parlé. Comment profiter du temps que j'ai pour être une personne présente? Alors, c'est quoi être une meilleure personne? Ah, c'est un vaste sujet. Mais effectivement, كيف ما سبق لي شرط ليها، وكيف ما لي كوليغ لي قبل مني شاروا ليها، الحجر الصحي هو إكراه، هو ضغط، هو شي حاجة اللي هي صعيبة علينا وبزز منا، ولكن نقدرون ناخدوها على أساس هي فرصة. دونك إلا خديناها على أساس هي فرصة، سا بو إفكتيفمون إدخل فرصة أننا إتخ أون ميور بيرسون. مي une meilleure personne, ça peut être plein de choses. Faut que le واحد شنو هي être pour lui une meilleure personne. Une meilleure personne c'est pas forcément une personne اللي في واحد الظرف ديال مثلا je sais pas بضعة اسابيع ديال الحجر الصحي غتعلم هوايه جديده والانجليزيه والجابونيه وما عرف شنو هذاك الشيء، يعني ماشي c'est pas forcément une meilleure personne. مي المثال اللي تنقول او المثال اللي كنعطي سي كو الحياة العادية فيها بزاف ديال الصداع، بحال ان بروي دو فون، وهداك لو بروي دو فون بعض المرات ما كيخليناش اننا نصمتو لراسنا. اشنا هو لو بروي دو فون؟ هو سير اجي بلاتي، فيق في الصباح، سير تخدم، ارجع، خلص الماء، خلص الضو، بلاتي الطريطة، بلاتي الدراري، بلاتي المدرسة، بلاتي لي فاكونس، بلاتي تو سا سي ان بروا، سي ان بروي دو فون اللي كيخلينا شادين لوطوغوت بدون توقف. هاد الحجر الصحي بحال قلت نقدر نقولوا انه حبس هذا لو بروي دو فون، و رغمنا اننا اون كيت لوطوغوت ووقفنا فواحد الباحه ديال الاستراحه. وفوقاش انا اون فاروجون دو لوطوغوت الله اعلم. فاش كنوقفوا حنا عاده في باحه الاستراحه، اللي سو كي ماركون في باحه الاستراحه هو السكات، هو لو سيلونس. وهاد السكات هذا انا في نظري هاد الفراغ، هاد يعني لا ديمينسيون دراستيك، هاد النقصان، هذا الجدري في لي زاكتيفيتي ديالنا، في الحركات ديالنا، في كل شيء ديالنا، كيخلينا اننا عندنا واحد الفرصه اللي هي من ذهب اننا نجلسوا مع راسنا ونقول واخا دابا انا واش هاد لوطوغوت اللي غادي فيها، واش فعلا هي هذيك اللي باغي نمشي فيها؟ واش ما نعوش نمشي لشي حاجه اخرى؟ ولا واش شنو الحويجات اللي نقدر ندير ما احسن؟ مثلا الطلبه ديالنا في كليه الطب
يعني هما قربوا، هما صافي بداو غادي ياخذوا الاطروحات ديالهم وغادي يبداو التخصصات ديالهم. هاد المرحله ديال لو كونفينمون كنشجعوهم، واخا هما راه يتخافاي بوكو سورتو بالنسبه للاطباء الداخلين، وكنحييهم من هاد المنبر. خدامين في المستشفيات هما اللي هازين بزاف ديال الخدمه فيما يخص التكلف لا بريز ان شارج لي باسيون ديال الكوفيد، ولكن الوقيت اللي كيبقى ليهم ما فيها باس انهم يجلسوا ويقولوا واخا انا فين غنمشي، شنو التخصص اللي كيعجبني، شنو الميول ديالي، واش بغيت ندير غير هذا الشيء، واش كاين شي حوايج اخرين اللي بغيت نزيد في حياتي، شي حوايج اخرين اللي بغيت نتعلم. ف هاد السؤال يقدر يبان شويه فلسفي، ولكن راه الفلسفه هي كي الوريجين دو تو، واي تساؤل على ذاتنا مرحبا به. والوقت اللي قدامنا اللي كيهديه كي لينا هذا الحجر الصحي باش نكونوا اون ميور بيرسون، او دولا دو جو في فير دو سبور، نتحكم في السلوك الغذائي ديالي، نتعلم الطرز بالرنده، غادي ندير 100 ابدو في النهار، هادشي كلشي مزيان، مي او دولا دو سا خاصني ناخذ واحد الوقيت باش ما يكونش هاد لي زاكتيفيتي بحال شي صداع جديد كنعوض به الصداع القديم داك لو بغوا. جو بروفيت دو سيلونس، جو بروفيت دو لينكتيفيتي بور me concentrer un petit peu sur l'aide ou un effet chez Kamel où je me situe. Je pense que c'est ça, profiter du confinement pour être une meilleure personne. Alors, mon fils de 7 ans et demi pèse 40 kilos, ça m'énerve, je peux le traiter de gros. Je peux lui dire que les enfants vont se moquer de lui. Alors, madame, il ne faut humilier personne. Et surtout pas les enfants. Quand je suis dit que je suis dit que je des blessures, que je suis dit que je Donc, oulied, عنده فرط في الوزن. Oulied, عنده مشكل. وخصنا نتعاملوا مع la situation en mode résolution de problème. وخاص هاد الوليد ما نفروش، وخاص هاد الوليد ناكدوه اننا كنبغيوه كيف ما كان وشنو موقع. خاص الحب لينا لولدنا او لبنتنا يكون انكونديسيونيل اي سورتو با كونديسيوني بار ان بوا. دونك هاد المساله الاولانيه، يعني خصني نتعامل مع الزياده ديال الوزن ديال الوليد ديالي، نحاول اولا نتعامل معها لو بلو تو بوسيبل. يعني فاش نبدا نحس، فاش البيدياتر الطبيب ديال الاطفال يبدا يقول لي راه الوليد راه خارج شويه على لا كورب على ليميت سوبيريور ايتترا، نبدا نتساءل شنو المشكل، واش مشكل عضوي، لان كاين جو بارل سو كونترول دي بيدياتر، كاين اضطرابات عضويه اللي كتقدر تعطي زياده في الوزن واخا الوليد ياكل عادي. دونك ندير ميزو بوان على المستوى هذا، نمشي نشوف الطبيب ديال الدري الصغار نقول له عافاك دكتور لا دكتوره، شوف معايا المساله ديال هاد الوليد اللي كيتزاد في الوزن، في حين ان السلوك الغذائي ديالو راه ما فيهش شي حاجه مغايره على الاطفال من نفس السن او لا على خوتو ايتترا. يقدر يكون هاد الزياده في الوزن، يقدر يكون الوليد هو لو سامبتوم ديال توت اون فامي. يقدر يكون السلوك الغذائي اللي ماشي هو هذاك راه كاين في الاسره، يمكن الطريقه ديال التعامل مع الغذاء ماشي هي هذيك في الاسره كامله، غير هو اللي غادي يبان غادي يبدا يتزاد عليه الوزن، هو اللي غنردوا ليه البال، الوغ كو يمكن حتى باباه راه خصو يطيح الوزن، واقيلا حتى ماما، واقيلا حتى خوتو ايتترا، سي جوست كو ما رديناش ليهم البال. هذا من جهه اخرى، دونك خاصنا نتعاملوا مع المشكل كانه مشكل. كاين الوليد وكاين المشكل، يعني الا كنا غادي نحلوا المشكل ونحيدوه راه ما كيعنيش ما خصناش ميلونجيو لانفون اي سون بروبليم. اون نو جيت با لو بيبي ايلو دو بان، نقولوش انت عندك ان سوربوا اذا غادي نفركو ما غنبغيكش. هاد المساله هادي يفو سورتو با لا فير، ما نخلطوش هاد لي نوسيون. لوي دير كو لي انفون فون سو موكي دو لوي كيل il le sait à mon avis il a pas besoin qu'on le lui dise et on sait que les enfants ils disent les choses et parfois يقدروا يقولوهم بلا زواق بلا بابي كادو بلا والو. يعني الوليدات يقدروا يكونوا زعما قاسين عليه، لا داعي اننا نزيدوا هذه المساله هذه حيت غيكون هو حاسيها. فانا كنظن الوليد اللي عنده ان سور بوين خاصو ان اكونبانمون، وخاصو يكون انتوري، وخاص يكون انتوري بالحب وبار لامور اي بار لاكسبتاسيون. هذه المساله هذه اللي غادي تعاونو، لان المشوار قدامه الا كان يدخل في ان سيركوي مثلا ديال دو ريكيليبراج اليمونتير ايتترا ولا دو شوز ولا دو تريتمون جو نسي با، لان ما عنديش لي دوني اكزاكت،
هاد المسائل ما تقدر ما تكونش سهلة عليه، فضروري ما يكون حب وما تكون اون اكسبتاسيون، هاد وليد يتحضن وما يتنفرش، سورتو با ما يتهانش. الإهانة ما عمرها ما كانت حل، ما عمرها ما عاونت، غير كتزيد تكفس. سوني جامي ان سوليسيون دوميليي كيك سو سوا، لا الكبير ولا الصغير. نزيدو دي زيد مشكل. Alors, que faire pour l'instant? Il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant. Pardon, il y a beaucoup de choses à faire pour l'insomnie. Alors, il y a insomnie et insomnie. Quelle est l'insomnie? Qu'est-ce qu'on peut faire là? L'insomnie. Ou quelle est l'insomnie? Il y a qu'est-ce qu'on associe le thérapeute, nefsia ou le thérapeute odouille. نلقاو مثلا الانسومني في كاع الاضطرابات العضويه اللي كتعطي الام ولا كتعطي اون جين. الناس اللي عندهم مثلا انسوفيسونس كاردياك وكيقدروا يعمروا لهم الريه ديالهم بالماء، كتكون عندهم اون جين ما كينعسوش مزيان. الناس اللي كيكون عندهم الام في المفاصل او لا الام بصفه عامه، الحريق ما كيخليهمش ينعسو ما كينعسوش مزيان. دونك كاين شي حويجات اللي هما عضويه اللي يقدروا يديروا اضطرابات في النوم. وكاين امراض واضطرابات نفسيه اللي كيكون عندهم ان امباكت، كيكون عندهم واحد الواقع سلبي على النوم، حالات ديال الاكتئاب، حالات ديال الخوف المرضي، واضطرابات اخرى. وكاين بعض المرات النوم اللي كيضطرب بوحدو، وهي هذا هي الحاله الاغلبيه ديال الاوقات كنلقاو ان الانسومني كتكون سكون ابل اسانسيال، يعني بوحديها ما معها حتى شي حاجه، ما معها حتى شي اضطراب عضوي، ما معها حتى شي اضطراب نفسي. والمشكل كنظن انا فايت لي كوليك ديال طرقوا لهاد المساله هادي، سي كو انا فاش مثلا فاش غندوز ليله وجوج وثلاثه وما نعسش، كتولي عندي واحد التخوف من عندك، هو يجي الليل وما يجينيش الناس، وكنولي حاضي البال مع راسي ناري هو جاني الناس وما جانيش الناس في الساعه، وكنبقى كنتقلب اكسيتيرا. دونك خاصنا نهرسوا هذا لو سيركل فيسيو. وبعد النصيحه الاولانيه قبل اولا وقبل باردون وقبل كل شيء، ما نتلاحوش على الادويه ديال النوم، واخا يكونوا ديسپونيبل، واخا يكونوا في الدار، واخا غير يجي خويا ولا اختي يقول لي هاك نص ديال هذه وربعه ديال الاخرى وغتنعس وما يكونش مشكل، هاد الحل هذا ما خصناش نبداو به. هذا هو المنطلق الاولاني، ما نبداوش به. المساله الثانيه، المنطلق الثاني هو ان خصنا عاوتاني نرجعوا شويه للور ونشوفوا ونمعنوا النظر في لي زابيتود ديالنا ديال النوم وفي لو ريتوال ديالنا ديال النوم، ونطرحوا على راسنا السؤال، واش هذا المشكل ديال النوم عاد بان اولا كان من قبل؟ واش هذا المشكل ديال النوم عنده علاقه مع واحد الظرف مثلا الحجر الصحي اولا كان من قبل؟ واش هذا المشكل ديال النوم مثلا اذا كان عنده علاقه مع الحجر الصحي، واش داخل حتى هو في اطار ديال الرتبات ديالنا الروتينات ديالنا اللي ما بقيناش كنا اللي ما بقيناش كنحترموها كما كنا كنحترموها من قبل، الخ الخ الخ. هذا من جهه، من جهه اخرى خصنا نشوفوا كيفاش كنعسوا. الناس يقولوا وين كيفاش كنعسوا، كيفاش كنعس كنعس، لا راه سي با اوسي سامبل كو سا. كاين دي ريتوال ديال الناس، يعني كاين المرور من اليقظه للنوم، ماشي الطاق، يعني ماشي شي بوله غنطفيها او لا غنشعلها، لا كاين سي تان بروسيس، بشويه 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 حتى كيدي الناس. اش يعني داك بشويه 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 بشويه؟ كنكون في واحد اليوم والضوء والحركه اتسيتيرا، ثم كتبدا كتهبط الشمس، خاص حتى لي زاكتيفيتي ديالي ولا داكشي اللي غادي يكون داير غادي يبدا بشويه بشويه تو دوسمون، و تيكون ان ساس ان ريتوال. هذا خطير بالنسبه للنوم. لي زيكرون، لي تيليفون، لي تابلت، لي زورديناتور، كيما كتعرفوا كيبعثوا واحد لا لوميير اللي لو سيرفو ديالنا ما حدو كيوصلوا الضوء، ما حدوش تيقول مع راسو تيقول راه باقي الشمس، باقي الشمس، اذا خصني نفرز هذوك الهرمونات ديال اللي كتخلي الانسان موقد. وفاش ما كيبقاش كيوصلنا الضوء، الضوء اللي كنشوفو من عينينا، هي فاش بواحد لي زوركان، واحد لي ستركتور في لو سيرفو ديالنا تيقولوا دونك اللي خاصني نرتاح، هي فاش كنبداو كنهبطوا من هذوك الهرمونات اللي كتفيق وكنطلعوا من الهرمونات اللي كتنعس، هي فاش بشويه بشويه كيجينا الناس. حنا عندنا واحد لوغلوج انترن اللي هي مكالكيا على بزاف ديال لي شوز، ولكن هي مقاده مع لو مع مع لي لو سولي اي لا لوميوزيتي. دونك خصنا ما انترفيروش، ما نبعطروش هاد لي ريتم هادو بعدا، اون سو ديزون كو داك التليفون بحال هكا جوست افون دورمير انا ما غاديش يعاوننا اننا نعسو.
وخاصك نو سولمون ما غاديش يعاوننا اننا نعسو بحكم هذيك لا لونيير، ولكن ما غاديش يعاوننا اننا نعسو بحكم انه نقدر نشوف شي حاجه ولا نقرا شي ارتيكل ولا نقرا شي حاجه اللي غتخليني انني نزيد نتوقد، لان غتجيني اون ايموسيون اون كولير ولا اون انكسيتي ولا نابورت كيل ايموسيون اللي غادي خصها الوقت ديالها باش تدوم، وهذاك الوقت ديالها باش تدوم بس الوقت اللي ما غاديش نقدر انا نكون سوفيزامون سيرين باش نقدر نعس. دونك il est important de mettre en place un sas ou les rituels ديال النوم مهمين، يعني اني بشوي بشويه كنلبس حوايج ديال الناس، الضوء ديال الغرفه خاصو يكون خفيف، لا تمبيراتور في الغرفه ما خاصهاش تكون سخونه بزاف، الا كنت مثلا خصني واحد لو مومون اونتر الوقيته اللي غادي صافي نقول انا يلا الله يسامح وغادي نعس خصني كلكو شوز افير لان مازال فيا النعاس، بريفيري اون اكتيفيتي بحال القراءه مثلا، الا شديت شي حاجه وقريتها احسن ليا من انني واخا نقرا في التليفون واخا اكتيفي هذاك لو مود نوي، ما كاين ما احسن من انني نشد شي حاجه بحال بابي ولا اون ليزو سبيسيال كي فيت بور بور سا ايليغ واحد شويه بدما يدي النعاس، اولا يكون عندي نيمبورت كيل اوتر ريتوال مي خاص الطقوس ما بين قوسين ديال النوم مهمه، وكيوقع اننا ما كنحترموهاش وكندوزو نيشان من بحال كنطفيو واحد البوطونه ولا نطفيو ان انتربتور من اليقظه النوم اي سا سي با اون بون شوز. مي بون لو سومي بوحدو راه بحر وكاين بزاف ديال الامور نقدروا نهضروا عليها في حصه اللي تكون سبيسيالمون ديدي ديال النوم. Voilà. On arrive au bout. Ok. Alors, on me dit que je peux rajouter quelques minutes ou arrêter. On va rajouter quelques minutes. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Il me semble que non. Alors, Madame Forza Manel, effectivement. يقدر يكون رمضان فرصة وي يقدر يكون رمضان فرصة، لأن رمضان هو فرصة باش نعاودو نغنو افيك دو في ميزون، لأن ما ننساوش أن بزاف ديال الناس كيولفو أنهم ياكلو وجبات محضرة جاي من على برا إتسيتيرا، ورمضان هو الفرصة باش نعاودو نرجعو لو في ميزون، يعني كنطيبو في رمضان بوغ الفطور لأن هي وجبات ليا مهمة، الوجبة اللي غناكل في الوقيتة ديال الفطار ماشي هي الوجبة اللي غادي ناكل في رمضان، لأن غنكون صايم أنا نهار كامل، ومهم أن هديك الوجبة اللي غنتناول ولا دوك الوجبات اللي غنتناول تكون يعني من شأنها أنها تلبي الحاجيات الغذائية ديالي وتكون حتى على مستوى الذوق انتريسونت. دونك هنا لو في ميزون كيجيب كي عنده دور الصداره في رمضان، وفي هذا الاطار هذا رمضان يقدر يكون فرصه افيكتيمون انا نردو البال كالناس اللي كنقدو الماكله ديالنا تكون الماكله ديالنا يعني قدر الامكان في المقادير ديالها في الكميات ديالها حتى هي تكون تعاونني انني نكون في واحد التوازن الغذائي اللي كيخليني في غنى على انني نمشي نغنوتي ونمشي هذا. دونك دائما التوسط دائما الاعتدال، ماشي عاوتاني رمضان غادي نبقى نهار كامل انا صايم او لا صايمه وغنقول لا صافي غادي نفطر بالطماطيشة وشويه ديال لاصوص وماشي هذاك الشيء، يعني الواحد خاصو لوبجيكتيف خاص الهدف، ماشي انني نطيح الوزن ولا ماشي انني نكون كندير مثلا كنلبس 44 ولا نلبس 38، لوبجيكتيف هو ان الجسد ديالي يكون في صحه جيده، هذا هو لوبجيكتيف الاولاني، يفو اتر اون بون سانتي. دونك لي بيرت دو بوا ماسيف اي بروتال اوكي غادي نحقق لوبجيكتيف ديالي، راه كنت مثلا كنلبس 44 او 40 وليت كنلبس 38، ولكن راه هرك الجسد ديالي وواقيلا الجسد ديالي اللي كان كيلبس 44 في السروال كان في صحه احسن من هذا الجسد اللي ولات كيلبس دابا 38. فدائما نديرو في بالنا ان الفو يعني ميليتي اي باتايي
اي بروتيجي نوتر كور باش يكون في صحه جيده. الوزن المفرط ما كيتماشاش عاده مع الصحه الجيده، دونك خاصنا نريغوليو. ولكن خاصنا اللي نقدر نقول هو ان التحكم في السلوك الغذائي ماشي سبرينت، ماشي الي كومون بيردغ 10 كيلو ان دو جور بدون معلم سان فينير ان ريانيماسيون. نو سي با سا، سي ان ماراثون، اي سي ان ماراثون كي بو بارفو دوري توت اون في. بالنسبه للناس اللي عندهم ان رابور مع الاليمونطاسيون اللي تكون شويه كومبليكي، بحكم ان كيما شرط ليها هذاك الغذاء غادي يكون عنده ان رول دو كالمون دو دونكسيوليتيك كلك شوز كي با فريمون رامبلير. ف لو رابور على لا نوريتور سو ترافاي سو لو لون تيرم. انا ما عنديش بالي ان عندي مثلا 15 كيلو خصها تمشي في حالتها، خصها تمشي في حالتها بشويه، وخصها تمشي في حالتها على اساس انني خصني نرد البال باش هذاك لو بروسيس داك المسيره اللي انا غادي فيها باش انا نطيح الوزن ما تضرنيش. الا كانت تضرني ما كاينلاش، دونك الا كانت باش ما تضرنيش خصني نمشي بشويه، غادي نمشي بشويه وندير في بالي ان حيت الا درت الا لعبت سبرينت، الا جريت بالزربه غنعيا بالزربه وغادي نوقف بالزربه وغادي واحد الوقيته نرجع للكومبورتمون ديالي انتيريور. واخا هاني غادي ندير داك لو ريجيم فاس ا لا مور وغنطيح ديك 15 كيلو، ها ومن بعد نرجع ناكل عادي، ومن بعد جو في ريبروند واقيلا اكثر من داكشي كو جافي بيردو، اي جو في مي سانتير فوستري، اي جو في فير دو مال ا مون كور، اي ما غاديش يعجبني الحال، والصوره اللي عندي على راسي غتزيد تنقص، والتيليكوموند اللي كان عندي في بالي راجلي ريكوبيري راه في جو لي با ريكوبيري، وغنحس بالاحباط. والاحباط شنو هو؟ كيجي الحزن شي حاجه ودخلته، والحزن سي اون ايموسيون لي كي ديفيسيل ا جيري بور مو. وشنو غادي ندير pour gérer cette émotion difficile, je vais manger. Et on va dire qu'on va faire des choses comme ça. Donc il faut vraiment changer les gens à ce qu'ils aient le bal à cette masse de et qu'ils bienveillants envers eux-mêmes, envers leur mental et aussi envers leur corps. Vraiment la priorité est la santé. La santé du mental ou la santé du corps. Ou un mais qui ne marche pas. Voilà. Je viens d'arrêter de fumer, j'arrive à dormir. Est-ce que c'est une petite période qui va passer? J'imagine, alors monsieur Montes, je pense que vous vouliez dire, je n'arrive pas à dormir. Oui, effectivement. Effectivement, c'est... Bah déjà, bravo. Vous avez arrêté de fumer, bravo. Donc, pour ça, vraiment bravo. C'est très bien ce que vous avez fait. J'espère que les gens autour de vous, pour vous féliciter, bravo, bravo, bravo. Vous n'imaginez pas le bien que vous faites à votre santé. Je suis dit, j'ai dit, doit dire le corona, mais elle... Comment décèle, mes amis? Alors pour revenir à la question de Monsieur Montez, donc oui, c'est vrai que c'est décrit le sevrage tabac, c'est-à-dire les qui ont le garrot, donc ils mettent l'oulémia qui dose le sahab, ou même le harad, dit le sevrage, le harak. Et qui finalement j'ai le harad, dit le sevrage, il y a qu'à dose le katedila ou katemchi. Donc كل حاله بوحديها. كاين ناس اللي الاعراض المزعجه منها الارق ما كدوش بزاف ديال الوقت وما كتحتاجش اون انترفونسيون، يعني الانسان بشويه بشويه مع مرور الايام يل ريكوبير ان سومي ابيتوييل. وكاين ناس اللي هاد لا بيريود هادي كتكون ديفيسيل والارق كيدوم وكيمشيو الاعراض ديال لو سوفراج وكيبقى بروبليم ديال لو سومي، اي ا سمومون لا يل فو كونسولتي. نيزيتي با ا كونسولتي سيتير لو ميديسان تريتون طبيب العام pour voir ben je chauffe ma carte mais elle mais effectivement qu'il y a un risque كبير ان هاد دوز كيما غادي يدوزو الاعراض الاخرى ديال لو سوفراج. ضروري الحفاظ على التوازن effectivement c'est quand tu as besoin de زائد وعني النحافة حتى شي اكستريم ما مزيان، يعني الواحد يحاول ما امكن يبقى en bonne santé. Et la bonne santé, c'est effectivement la mesure, l'équilibre, ni trop ni pas assez. OK, là on خليكم تمشيو ترتاحوا. شكرا بزاف على المتابعه. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour c'est mon premier live. pour moi, c'est une très belle expérience. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. كنتمنى لكم تبقاو بصحتكم، تهلاو فراسكم، بروتيجي فو بيان، بورتي فو بيان، بروفيتي دي فوتر، بروفيتي دو سو طون، تهلاو فراسكم، اي ا تري بيانتو ان شاء الله بوتيتر في لقاء مباشر اخر، دون ان بروشان لايف. بون نوي.